كنعتذر المشاهدين لان الصوت مك المشكل اللي عندنا خويا هو اننا حنا دار بوعزه ساكنه الدوار 70 ناس تحكم عليهم بالافراح ظلما وعدوانا ما كيصفناش في الحق ديالنا دارت الجلسه الابتدائيه ربحناه قلنا انه عندنا وثائق ديالنا عندنا كونترادات ديالنا وشارين بفلوسنا وباينين برزقنا عطى علينا الفلوس بالاعتراف ديالو هو باش عطى لكم فلوس واش البلاد سايبه ولكن حنا دوله الحق والقانون حنا هادشي اللي عرفنا من حنا صغار دولة الحق والقانون حنا وقفنا على القانون دابا كنتمنى يصدقنا هادشي اللي تربينا عليه هو كيقول بحبه بانه عطى علينا 15 مليون وفي قلب داري تيقولها لينا وعندنا تسريب صوتي راه هو في ايادي امنه دابا شحال عطى عليكم؟ 15 مليون لمن عطى 15 مليون لمن عطى 13 مليون؟ الهيئه اللي حكمت علينا واش هذا الشيء عارف شنو القانونيه ومتابعه قانونيه وهذيك الهيئه اللي حكمت علينا كنقول لها كنرجلها واحد الرساله كنقول لها زعما راكي معدي القسم ويمكن راكي معدي القسم وشاده ديك باصه باش تحكمي على الناس بالعدل حسبي الله ونعم الوكيل فيكم فوق غيشرح لنا لانه كعارف الملف الفلوس اللي عطاكم واش من ثم طردوكم جراو عليكم واش هو باقي كيبان لي داكشي راه اجي حدا اختي اجي باش تصحي هو دابا درب على هادشي درب على الضرب علاش درب هذا قال لك ملي كنمشي للمحكمه كنسى الله استغفر الله ربي شاد عليا قال لك ملي كندخل للمحكمه كنسى الله ما كنعرفوش قال لك راه القانون راه القاضي غيحكم بالقانون واش هذا ملي كينسى الله غيرحم غير يهضر عليا انا راه كدعي بانه هو القاضي هو المحامي هو عارقاوي عباد الله راه تعدى علينا بمعنى الكلمه كيفاش تعدى عليكم واش دا لكم؟ راه دار لنا المنازل ديالنا ظلما لواحد والو شردنا خرجنا من شدهم لينا شردنا لا من يحرك ساكينه شردنا راه السلطه المحليه كتفاجئ بهذا الافراط كيفاش كتفاجئ؟ قال لك ما يمكنش قال لك هادشي وقع لكم ما يمكنش قال لك واحد ما بغاش يسيني لانه عارف لا 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 قاضي مقرر من الفساد قاضي مقرر مستشار مقرر ورك على السيره وقاضي في الهيئه قال لي ما تنساش فيه الظلم وضغطوا عليه وحكموا في ضدنا ضغطوا عليه وحتى ما يوجد بزاف راه حرام راه اللهم ادري بالظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين هذا هو الدعاء اللي غادي نقولوا مشات لكم الدار مشات اخويا الدار فين عايشين دابا؟ عايشين في قيطون مشردين هاد الناس اللي خارجين على الزنقه في عز البرد وفي عز المعيشه حسبنا الله ونعم الوكيل تبعتونا على 100 متر ساكنين فيها ماشي حشومه عليكم ولكن هذا شرع الشياع ما عندوش حق يجري عليكم هو شارع الشياع 130 متر وماشي هي اللي ساكن فيها حنا والسيد اللي شاري اللي بيع علينا عنده جوج ديال الاسهم حسبنا الله ونعم الوكيل كيفاش كتشوفوا دابا كتشوفوا ان ماشي قانوني هادشي اللي راه فات الفساد هي اخويا هادشي راه فساد الفساد راه تعداو علينا الناس كاين اللي عندنا القانون في البلاد راه عندنا القانون ولكن راه بزاف اخويا الفساد راه كثر على القانون حسبنا الله ونعم الوكيل باش كطالبوا لهم جيزي دوزو رئيس محكمة النقد سعد النبوي ورئيس السداكي الوكيل العام للملك للناس كتدخل غير بالخير النزاهة ديالو محكمة التسعينات دخل على راه حنا تظلمنا راه ديالنا مشالينا ورئيس الفرقة كبير بحث على هاد المافيا ديال العقار ضاربوا عزة وشوفوا شنو تحت راسهم راه مشانا ديالنا راه ما كانوا اللي يكسبوا لي اعلامهم راه حسن ما عزمتهم ياكلوا زيد 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 حكموا علينا بالافراط هادي راه ما كايناش شناك اختي كتغوتيك ما كاين باس معاهم اخويا واحد الحوت دار بوعزه كيفاش الحوت راه داير محكمه ماشي حوت حوت هو حوت اخطبوط هذا كيفاش اخطبوط ما كنعرفش لا في الحكيم وما عنديش درويش ما عنديش درويش ما كنعفس على الدرويش امروني باش شكون هو تيعفس على الدرويش هو ولا محمد السادس لا لا محمد السادس ما كيعفسش على الدرويش لا 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 صلحي سيدنا سيد تحرين هذا هو المقيم هذا هو عارف شنو كتقول اوام كيصدروا احكام لا تلويدا كيصدروا احكام فاسده باسم جلاله الملك احكام فاسدة وعندنا ما يثبت أربعة ملفات ها هما ولكن راه اي واحد ثبت في حقه انه مخالف للقانون راه كاين 8 القضاة كاين الوكالة كاين القانون لا يعلى عليه طويلة علينا إلا كنا كنكذبوا عليهم وإلا كذبنا على السيد ما يسمحش لينا هاد السيد راه تكرفس علينا راه تعدى علينا راه النعاس ما بقيناش كنعسوه راه الناس ما بقيناش كنعسوه واش اخويا دارك شريتيها بالملك ديالك بالقانون ديالك وبنيتي وتكرفستي وفي الاخر يجي واحد ديالك صاحب جلالة سيدنا الله ينصره جميع الخطابات ديالو كيقول لهم اعطيو الحق لكل حق اعطيو حقه هاد الناس ما داروش راه سوف اي واحد غادي يتحاسب الملك نصره الله حنا كنطلبوا
حبيب الشعب الله ينصرو. الا شاف هاد الملفات ديالنا راه تحكموا بالظلم، ربعات الملفات اللي تحكموا بالظلم والفساد راه ديالنا مشالينا راه تعدى علينا. هاد السيد كيستغل حكم فاسد، كيستغل احكام باسم جلاله الملك. اجي بالله اجي بالله، الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق. هاد السيد راه كيستغل احكام باسم جلاله الملك فاسده، وعندنا ما يثبت والله ياخذ الحق. سير عاد السيد، اشنو بان لك في هادشي؟ اسيدي اش بان ليا انا كانسان، اول كانسان كنشوف الظلم اخويا. اول انت راك عارفه الدستور، عارفه القانون، عارفه كل شيء. هادشي السيد تجاوز جميع المساطر القانونيه، جا عندنا للدار داروا لي كسكسو، كون عارف كيف تصرف معاه. هذا القاضي، هذا السيد ماشي القاضي، القاضي ماشي الناس. هذا السمسار كيقول لك انا المسكين ما كاينش. واش دابا عندكم مشكل مع السمسار ولا مع هذا السمسار؟ ما عندناش حنا مشكل مع القضاء، عندنا مشكل مع السيد اللي هو جاج. يمكن ان الطرف ديالكم اللي كيساندكم ما قدمش المستندات اللي خصها تقدم. لا كاين اخويا، ممكن كاينين، نقدر نتلاقى معك في نهار اخر وتشوفهم اخويا. حتى الاشهاد ديال صاحب العقار كاين، ان شاهد ان السيد بايع علينا وما بايعش هذاك السيد هذا العقار، هو خدا في جهه وحنا في جهه. 430 ماشي هي دار مبنيه خويا، ماشي هي 430. عندك 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 سهم في العقار، ماشي تمشي تاخذ تدخل بالسهم وراه هذه هي الخدمه ديالك. شنو علاش جيت وقفتوا اليوم؟ وقفنا بغينا حقنا، بغينا سيدنا وهذا العيد انه ورجع لنا حقنا. حنا ما معيدينش، حنا كناخذوا العزاء في هذا الشيء اخويا. هذا الشيء بلادنا زوينه بزاف من هذا الظلم. انا شفت ناس من برا قال لي بلادكم فيها الظلم، اللي شافوا عندنا شي جاو عندنا، فهمتي اخويا؟ قال بلادكم فيها الظلم. هاد السيد كيتعنب فلوسه، ما كان عنده حتى شي حاجه. خاصه دير رسالتكم الاخيره بلا ما الاخيره، بغينا مشي الحموشي، بغينا كاع الناس اللي في الرباط، بقينا الناس الزوينين. درتوا شكايه في مجلس اعلى القضاء؟ يلا درنا، ولكن لا غنمشي دابا انا شخصيا، انا والسيده غنمشيو للفرقه الوطنيه، غنعطيو التسجيل الصوتي للفرقه الوطنيه تما، من تما غنمشي للجليه تمشي دوله اخرى. صافي سالينا، سالات بدات. راه كاينه مساطر، حنا دوله الحق والقانون كنقولوا كنعاود نكررها. الناس الهامات في القانون، الهامات في القضاء، لا الجالس لا الواقف، خاصكم تبعوا المساطر. حنا متبعين المساطر، ما خديناش حقنا، ما خديناش حقنا. فلسطين فيها دابا جاء اخر قرار بالطرد، ماشي الطرد محتل اخويا، دارنا عند رئيس المحكمه. طلعتوا عند رئيس المحكمه؟ لا ما دخلناش، وانت ما متبعوش. لا راه من حقه، راه كيستقبل. وهذاك السيد انا كنشهد ليه بالنزاهه والكفاءه ديالو. كنسمعوا به، انا رجل طيب وانسان مزيان. واش ما مشيتو عنده؟ غنمشي عنده ان شاء الله. احنا لا نقذفوا اي شخص بالورود. هذاك السيد رئيس المحكمه مازال نقولوا كنتحمل المسؤوليه. نظيف جدا، عارف المسطره ديالو، عارف المسائل ديالو. لان هذا السيد نزيه. مشيتوا عنده؟ لا ما دخلنا، ما خلوناش ندخلوا، مشينا كنا من حقكم تشوفوا لانه كيستقبل الناس. وكيل النيابه ما خلوناش ندخلوا، شفنا على النواب. دابا غتبعوا الاجراءات ديالكم باذن الله تعالى. احنا حقنا، بغينا الناس اللي تشوفوا في البلاصه تشوف الظل فين واقع اخويا. السيد ما شاري حتى شي عقار من عقاراتنا، ما حتى شي حاجه، جاي يهددنا، وعندنا تسجيل صوتي ضده. ويلا جانا تسجيل، جاتنا مكالمه من واحد السيده بان بعد العيد غتشوفوا اللي عجبكم، قالت غتشوف غنوريكم، قالت راه ربي شاهد على كلامنا. احنا في ديورنا ما تعدينا عليه ما حتى شي حاجه، هو اللي تعدى علينا، هو اللي دار لنا العقار ديالنا. شوفي الحق يعلو عليه، احنا انا تنقولهم عارف ما تنقول. يعلو ولا لا يعلو عليه، احنا في دوره القانون، الحق والقانون. الا كانوا استثناءات راه واحد النسبه ديال 99% الناس نزهاء كيطبقوا القانون بحذافيره. الناس نزهاء في المغرب، كنعرفوا المغرب زوين اخويا، ما كنعرفوش الظلم اخويا. مافيا العقار ما كنعرفوهاش حنايا، حتى العقار اخويا. الله يعاونك.